اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ازيكم يا حبيبه؟ عاملين ايه النهارده؟ بقى بصوا، مش عارفه اعمل اكل ايه، قلت لازم بقى ايه نخترع اكل. هنعمل طاجن كبد وقوانص تحفه يا بنات. لميت كل الكبد والقوانص اللي عندي في الفريزر. بصي يا حبايبي، قطعتهم غسلتهم حلو، نقعتهم في 3 معالق خل ومعلقه كبيره جنزبيل بودر عشان يشيلوا الريحه الوحشه. لما الكبد والقوانص تقعد في الفريزر يا بنات تبقى ريحتها وحشه خلاص. وبعد كده شطفتهم وحطيتهم في مصفى يصفوا الدم بتاعهم خالص يا حبايب قلبي. ورحت نازله بيهم في طاسه فاضيه وسخنه نار زي ما انتم شايفين كده، وسبتها على نار عاليه عشان تشرب ميتها. هنعمل جنبها 2 كوباية رز عشان هنعمل جنب الطاجن ده شويه رز. كيس الميلرز ده قبل كده انا قلت لكم عليه، كيس الميلرز على 2 رز على 2 مية. تحطي عليه كيس الميلرز ده بطعم اللحمه، انا هوريه لكم تاني بطعم اللحمه يا بنات، هو ده اللي انا بجيبه بيدي طعم حلو قوي. خلاص حبيبي، وتنزلي بالرز، انا بحب احط شويه ملح وفلفل تاني، عندك مكعب مرق حطي مكعب مرق، وتروحي يا قلبي خلاص حاطه الرز وتقلبيه ويتشرب، وتروحي حطاه على الشياطه وخلاص ادي الرز بتاعنا خلص. واحنا في الوقت ده كنا مشغلين الفرن على درجه حراره هنا، سوري نسيت الزيت يا بنات. تحطي معلقه زيت معلقه سمنه زي ما انت عايزه حبيبتي. في الوقت ده كنت مشغله الفرن حبايب قلبي على درجه حراره 200 220، عايزه الفرن نار ملهلب كل ده. واحنا بنقلب الكبد والقوانص لازم تشرب ميتها يا بنات، على الاقل 50% تشرب ميتها. ريحتها كانت جميله، موضوع الخل والجنزبيل البودر ده بيشيل اي ريحه من الكبد والقوانص يا بنات. خلي بالنا في ناس كتير بيقرفوا منها عشان بتقعد في الفريزر بتبقى ريحتها وحشه. خلاص نزلنا بالرز يا بنات، هيتقلب رز عادي جدا وهيطلع بني وجميل جدا. بس بصراحه انا ما حطيتوش في التقديم وانا بختم لكم الفيديو، انتوا خلاص كلكم عارفين الرز الميلرز ده اللي انا بعمله. خلاص يا حبايب قلبي هيتشرب ويتحط. زي ما قلت لكم انا شغلت الفرن يا عيني. هنعمل ايه بقى؟ شوفوا المقطع رجع تاني. المقطع رجع تاني، مش عاجبه الكلام. بص يا حبايب قلبي، عملت ايه؟ جبت بصلايه كبيره قطعتها مكعبات، 3 طماطميات مكعبات، فلفله رومي صفراء، فلفله رومي خضراء، فلفله رومي حمراء، يعني فلفل الوان، قطعتهم برده مكعبات يا بنات، و3 4 فصوص توم يا حبايب قلبي اهم. هم دول طبق الخضار ده يا حبايب قلبي، واروح نازله كله بيه على الكبد والقوانص. خلاص شربت ميتها شويه، فهمتوني ازاي؟ واروح نازله بيه اقلب اقلب، واروح حط عليهم التوابل. ايه التوابل يا حنان؟ التوابل معلقه كبيره 7 بهارات، ونص معلقه فلفل اسود، معلقه ملح، معلقه كبيره سكر. ما عنديش 7 بهارات يا حنان، هنحط جنزبيل وقرفه وفلفل اسود يا حبيبتي وسكر وملح. لازم 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 جنزبيل وقرفه، ده لازم عشان ال7 بهارات فيها جنزبيل وقرفه، هي دي 7 بهارات يا بنات اللي انا شاورت عليها الاولانيه دي. وننزل بمعلقه زيت يا حبايبي، وانا مشغله الفرن زي ما قلت لكم على درجه حراره 200 220 رف وسط. هنروح ماسكين الحلو ده كده كله حاطينه في الصينيه يا قلبي، ونروح صينيه طاجن طاجن بايركس زي ما انتم عايزين يدخل. مش هيكمل نص ساعه، هو كله مستوي والخضار ما بياخدش وقت، بس انا حبيت اقرمشه شويه، انا بحبيت ان هو يشرب الصوص بتاعه ويحمر شويه. الاكله دي يا بنات نقدر اولا في الصيف جميله جدا وسهله وسريعه زي ما انت عارفه، الجو نار وما بنحبش نقف في المطبخ. تاني حاجه بتلم لك الكبد والقوانص، تالت حاجه نقدر يا بنات. بصوا انا هنا حطيتها في الصينيه يا حبايب قلبي وهدخلها الفرن. تقدر مش شرط رز يا حبيبتي، تقدري تعملي جنبها مكرونه، نقدر نعمل جنبها اللهم صل على النبي بطاطس محمره. بصوا شايفين الجمال؟ الريحه يا بنات كانت رائعه رائعه رائعه، اه والله العظيم ومقرمش وجوسي ورائع وتسبك كده في بعضه بقى تحفه. ويا حبايب قلبي زي ما اقول لكم، شويه سلطه طحينه على شويه بطاطس محمره على شويه على لقمتين عيش ومع الطاجن ده، احلى اكله تاكليها في الصيف وفي النار الجهنم اللي احنا مش عارفين ناكل ايه ولا نقف في المطبخ حتى. بس انا عندي عشان بيحبوا الرز بيحب يحطوا الخلطه دي على الرز اللي هو كبد القوانص على الرز، فعشان كده انا عملت لهم كبد وقوانص. جربوه وادعوا لي، بحبكم قد الدنيا دي كلها. ما تنسونيش في اللايك وما تنسونيش في الاشتراك، بموت فيكم في حفظ الله ورعايته. انا حنان رمضان.